السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معادنا مع محاضرة جديدة من محاضرات قناة مستر طارق سعد، وبنستكمل مع بعض محاضرات تعلم ويندوز 10. والنهاردة هنتكلم عن مهارة من مهارات ويندوز 10. المهارة جت في شكل سؤال، طالب بيسأل ان هو نزل ويندوز 10، وبعد ما نزل ويندوز 10 بيدور على ايقونة الماي كمبيوتر او الكنترول بانل او النيتورك، اللي هي الايقونات الثابتة اللي على سطح المكتب، مش لاقيها. فبيسألني ازاي اتحكم في اظهار واخفاء الايقونات الموجودة على سطح المكتب او الرموز الموجودة على سطح المكتب في ويندوز 10. الموضوع بسيط جدا، هنتكلم فيه من شقين. الشق الاول، لو انت عايز تخفي كل الايقونات اللي موجودة على سطح المكتب، بكل بساطة اقف في حتة فاضية، دوس كليك يمين، اختار امر ريفيو، هتلاقي في امر اسمه شو ديسكتوب ايكون. لو اخترت الامر ده، شلت منه علامة الصح، اختفت كل الايقونات، سواء ايقونات ثابتة اللي هي الاساسيه زي الماي كمبيوتر والريسايكل بن والنيتورك والمجلدات والملفات بتاعتك كلها، كله اختفى. طب عايز ترجعه تاني، كليك يمين برضو في حته فاضيه فيو، واختار شو ديسكتوب ايكونز، علم صح، هتظهر كل الايقونات. الشق التاني، طب الايقونات اللي ظهرت دي مفيش بينها ايقونات الزيس بي سي او الماي كمبيوتر والريسايكل بن والكنترول بانل، ازاي اظهرهم؟ يبقى الشق التاني، كيفية التحكم في المحتوى اللي انا بظهره على سطح المكتب. وده برضو بطريقة سهلة جدا، اقف برضو في حتة فاضية، دوس كليك يمين، اختار الامر اللي اسمه بيرسوناليز او السمة الشخصية، هجيلك الشاشة بالشكل ده، اختار منها الاختيار اللي اسمه سيمز او سمات، سيمز في الجنب اهو او سمات. في السمات لما تختارها هتلاقي في حاجة اسمها ديسكتوب ايكون سيتنجز، اللي هي اعدادات رموز سطح المكتب. اول ما تختاره هتظهر لك الشاشه دي، وهتلاقي فيها الديسكتوب ايكونز الثابته، الماي كمبيوتر واليوزرز فايلز والنيتورك وريسايكل بين والكنترول بانل، لو انا علمت صح على كل الايقونات دي، لو انا عايزهم معايا على سطح المكتب. وقلت له اوكي وعملت كلوز، هتبدا تظهر معايا الايقونات الثابته، ادي نيتورك، ادي ريسايكل بين، والزيس بي سي والكنترول بانل. يبقى لإظهار أو التحكم في محتويات سطح المكتب وإظهار الرموز الثابتة اللي أنا بحتاجها كتير على سطح المكتب، إذا ما كانتش ظاهرة معايا، رايت كليك تاني، بختار بيرسوناليز، بختار سيمز أو سمات. في السمات بدور على الاختيار اسمه ديسكتوب ايكون سيتنجز، بتظهر لي الشاشة دي، ببدأ أعلم صح على اللي أنا عايزه، وكمان ممكن أشيل بعض علامات الصح من الأيقونات اللي أنا مش عايزها. طبعا في إمكانية تانية، إن أنا ممكن أغير بعض الأشكال، يعني مثلا لو مش عاجبني الأيقونة بتاعت الزيز بي سي مثلا، هقف عليها وأقول له تشينج أيكون، تشينج أيكون معناها غير شكلها، هيبدأ يعرض لي مجموعة من الأشكال. في الحالة دي ممكن أختار أي شكل تاني يعبر عن أيقونة الزيز بي سي، وأقول له أبلاي، وبعدين أقول له أوكي. لما أرجع لسطح المكتب هلاقي الايقونه بتاعت الزي بي سي اتغيرت للشكل الجديد اللي انا اخترته. كده نكون خلصنا محاضره النهارده، كانت محاضره سريعه وبسيطه في مهاره من مهارات ويندوز 10 لا غنى عنها، والى اللقاء في محاضره قادمه ومعلومه سريعه، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.